نشرة السادسة عبر شاشة ليبيا لكل الأحرار، والبداية بالعناوين. بعد أكثر من سنة من الحوار، توقيع الاتفاق السياسي بين عدد من أعضاء المؤتمر الوطني ومجلس النواب والمستقلين في الصراط المغربية. المخزوم يؤكد على أن وثيقة الاتفاق السياسي في شكلها الحالي ليست مثالية، لكنها تمثل محطة لمنع ليبيا من الانهيار، وشعيب يدعو إلى المصالحة الوطنية لإعادة الأمن إلى البلاد. كوبلر يقول إن تغليب المصلحة العامة أثبت قدرة الليبيين على حل المشاكل المطروحة، والتزام دولي وعربي بدعم حكومة الوفاق الوطني. أهلا بكم. وقع أعضاء من البرلمان والمؤتمر الوطني وشخصيات سياسية أخرى وممثلون عن المجتمع المدني اتفاقا برعاية الأمم المتحدة في المغرب، بيهدف الاتفاق إلى توحيد سلطتين تتقاتلان على الحكم منذ عام ونصف وترفضان خطوة التوقيع على هذا الاتفاق. وحضر دبلوماسيون ووزراء خارجية دول أوروبية وعربية، فضلا عن رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر، وسط تصفيق الحاضرين وترديد الهتافات باسم ليبيا. وينص الاتفاق على توحيد السلطتين المتنازعتين على الحكم منذ عام ونصف في حكومة وحدة وطنية تعمل إلى جانب مجلس رئاسي وتقود مرحلة انتقالية تمتد لعامين وتنتهي بانتخابات تشريعية. وحضر عدد من أعضاء المؤتمر الوطني العام ومجلس النواب وعدد من المستقلين المشاركين في حوار صخيرات توقيع الاتفاق السياسي الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة. مراسم توقيع الاتفاق شهدت أجواء وصفت بالتاريخية. التقرير التالي يرصد جانبا من الأجواء التي رافقت توقيع الاتفاق السياسي. بعد 14 شهرا من المفاوضات في مسار الحوار السياسي، وقع اليوم عدد من أعضاء المؤتمر الوطني العام ومجلس النواب والمستقلين في مدينة الصخيرات المغربية على الاتفاق السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة، والذي يقضي بتشكيل حكومة وحدة وطنية قد تنهي الأزمة التي تعيشها البلاد. مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر قال في كلمة سبقت مراسم توقيع الاتفاق السياسي إن حكومة الوفاق الوطني يجب أن تبدأ بالتصدي لتدهور الحالة الإنسانية في ليبيا وتنظيم حوار شامل للترتيبات الأمنية ومحاربة ما يعرف بتنظيم الدولة والاهتمام بمدينة بنغازي والمناطق الأخرى. يجب أولاً التصدي لتدهور الحالة الإنسانية في ليبيا، وثانياً تنظيم حوار وطني شامل للترتيبات الأمنية، وثالثاً محاربة تنظيم الدولة والمجموعات الإرهابية الأخرى، وأخيراً إلاء الاهتمام بمدينة بنغازي ومنطقة برقة والجنوب الليبي. من جانبه، أكد النائب الثاني لرئيس المؤتمر الوطني العام صلاح المخزوم في كلمته إدراك المؤتمر بأن وثيقة الاتفاق ليست بالأمر المثالي الذي يريده الجميع، معتبرا إياها محطة لإنقاذ ليبيا من الانهيار وضمان وحدتها. حكومة الوفاق الوطني التي سوف تنبثق عن هذا الاتفاق ويظل دورها الأكبر المنتظر منها هو أنها ستهيئ للاستفتاء على الدستور الذي ينتظره الشعب الليبي بفارغ الصبر، وأن تتواصل مع المجتمع الدولي من أجل المساعدة في مكافحة الهجرة غير الشرعية التي أصبحت بلدنا محطة عبور لها، وأن تكافح هذه الحكومة انتشار الإرهاب في ليبيا بكل مسمياته وأشكاله. كما دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب محمد شعيف في كلمته أيضا الجميع إلى التحلي بالصبر لتجاوز الماضي، موضحا أنهم يدركون أن المهمة كبيرة في إعادة بناء الأمن والسلام في بلادنا الذي من شأنه أن يكون رافدا للمصالحة الوطنية والانتعاش الاقتصادي والمشاركة في صنع القرار. أجدد في هذا اليوم نداءاتنا بدعم ما أفرزه حوارنا بكل الآليات الدولية، ودعم ومساندة مؤسساتنا المالية والاقتصادية، بدعم ومساندة جيشنا وأمننا الوطني. فكما تعلمون أيها السيدات والسادة، أصبح لدينا مشترك آخر يجمعنا ويفرض علينا التعاون والتنسيق مع احتفاظنا بخصوصيتنا
هذا الجديد المرعب الإرهاب. التوقيع الذي اعتبره الحاضرون محطة تاريخية من أهم محطات ثورة 17 فبراير لاقى دعما دوليا كبيرا لسيما بعد مؤتمر روما الأخير، والتزام المشاركون في جلسة التوقيع بدعم حكومة الوفاق الوطني لتجاوز التحديات المطروحة أمامها. وقال رئيس حكومة الوفاق الوطني فاز سراج أن الاتفاق الموقع اليوم ينهي مرحلة صعبة مرت على الشعب الليبي حسب تعبيره، مشيرا إلى أن هذه المرحلة تتطلب تكاثف الجميع الجهود من أجل إنجاحها. المرحلة القادمة تحتاج إلى تكاتف كل الليبيين لبدأ مرحلة بناء ليبيا، التخلص من أضغان الماضي. المرحلة القادمة تحتاج إلى جهود كل الليبيين. أدعو كل الليبيين انضمام لهذا الاتفاق. وأوضح كوبلر في مؤتمر قبيل توقيع الاتفاق السياسي أن حكومة الوفاق الوطني يجب أن تبدأ بالتصدي لتدهور الحالة الإنسانية في ليبيا وتنظيم حوار شامل للترتيبات الأمنية ومحاربة ما يعرف بتنظيم الدولة والاهتمام بمدينة بنغازي والمناطق الأخرى. يجب أولا التصدي لتدهور الحالة الإنسانية في ليبيا، وثانيا تنظيم حوار وطني شامل للترتيبات الأمنية، وثالثا محاربة تنظيم الدولة والمجموعات الإرهابية الأخرى، وأخيرا إلاء الاهتمام بمدينة بنغازي ومنطقة برقة والجنوب الليبي. وانضم إلينا عبر الأقمار الصناعية من طرابلس الباحث في الشأن السياسي والاقتصادي محمود إسماعيل. سيد إسماعيل، بداية أكد كل من النائب الثاني لرئيس المؤتمر الوطني العام صلاح المخزوم والنائب الأول لرئيس مجلس النواب أن التوقيع على الاتفاق السياسي اليوم يوحد البلاد ويجنبها الانقسام والتفكك. كيف تقرأ ما اتفق عليه الجانبان في هذا الصدد؟ أعتقد جازما بأن كافة الاتفاقات تخدم الليبيين ولا تضرهم بشيء، شئنا أم أبينا ليبيا تشظت حقيقة ما بين جهتين تشريعيتين وبين جثمين تنفيذيين وبين أشياء حقيقة لا داعي لذكرها. من المهم جدا إدراك أن الجميع أجمل ما كان في هذه اللقاءات جميعا بدون استثناء، سواء كان لقاء مالطا، لقاءات الصخرات، غدامس غيرها، في أنهم اتفقوا على أن يتفقوا على إنتاج مخرج للليبيين، في أنهم يخرج هذا الإشكال ويجعل من الليبيين الآن عرضة لإمكانية أن يلملموا جراحهم وأن يخرجوا للعالم بصوت موحد، بدولة موحدة، بحكومة موحدة، عصبها مباشرة أن ليبيا للجميع من أجل مكافحة الإرهاب، من أجل الوضع الاقتصادي، من أجل أن يكفوا جراحهم فيما بينهم ومن أجل الحلحلة. نعم، من المهم جدا إدراك أن الحل المحلي هو الأساس وهو الفيصل في والديدن الذي يجب أن يعول عليه، ولكن هذا لا يعني أيضا تقويض الجهود الخارجية، لأننا نحن شركاء في العالم ونحن مع معية العالم مهما كان. العالم دعم ليبيا بداية من ثورتها مرورا بمسيرتها وانتهاءا بما يتعلق باتفاقاتها. نعم، برناردينو ليون أخطأ وأخطأ وأخطأ، ولا هناك أيضا كثير من المآخذ، ولا يوجد اتفاق كمال، لا يوجد الاتفاقات الكاملة وغير المشوبة بالنقص، نعتقد أنها ليست موجودة في الأرض، ومع هذا نجزم ما هي الإشكاليات التي ستعيق آليات التنفيذ وكيف سيتم التنفيذ، وهل يمكن أيضا استيعاب أن هناك إشكال متمثل سواء كان في مؤتمر الوطني وأيضا في أعضاء من البرلمان وأيضا في غير الموجودين من القائمين على الأرض والذين لم يتم تمثيلهم بالأصل. نتكلم على توار حقيقة غيبوا أو غابوا ولم يتم تمثيلهم، وهو بالمطلق إشكال، ولكن نحتاج إلى يد تستطيع أن تبني ويد أن تقول نعم لإمكانية أن يكون هناك توافق وأن يكون هناك حل وأن يكون هذا الحل قابل للتنفيذ. طيب، أذهب للسيد جمعة القماطي رئيس حزب التغيير، فابقى معنا سيد إسماعيل. سيد القماطي، يعني صف لنا ما جرى اليوم في أصخرات وما سبق توقيع الاتفاق السياسي، خاصة بعد التأخر في الموعد المحدد لذلك صباحا. نعم، كان هناك تأخير لأكثر من ساعة أو ساعة ونص على موعد انطلاق مراسم توقيع الاتفاق اليوم. التأخير كان بسبب اعتراض بعض الإخوة على عدم تسمية الأعضاء الإضافيين للمجلس رئاسة الحكومة. كان من المفترض أن يضيف 3 أسماء لمجلس رئاسة الحكومة بحيث يصبح المجموعة 9،
والثلاثة الإضافيين كان المفروض أن يكون اثنان من الجنوب، جنوب ليبيا، وواحد من الشرق. ولكن نحن في تونس الأسبوع الماضي اتفقنا أن هذه الأسماء وآلية اختيارها كان يجب أن تحسم قبل الوصول إلى صخيرات وإلى مراسم التوقيع، ولكن لم يحسم هذا الأمر. وعندما انطلقت المراسم اليوم كان البعض أو كانت البعثة تريد التوقيع وتبقى هذه الأسماء شاغرة، الأسماء الثلاثة شاغرة وتحسم خلال الأسبوعين القادمين بعد التوقيع. هناك إخوة من المؤتمر الوطني العام احتجوا وقالوا لا، لابد أن نحسم هذا الأمر، وأرادوا أن يكون صالح المخزوم هو النائب عن الجنوب وأيضا مرشح أعضاء المؤتمر الذين جاءوا هنا للصخيرات ووقعوا. وبالتالي وقع إشكال كبير وتأخير، طبعا كان مؤلم لأن هناك وزراء وهناك شخصيات عالمية وأيضا الإخوة المغاربة بذلوا جهد كبير، وكاد الاجتماع أن يخرج عن مساره بالكامل ولا يتحقق اليوم. ولكن الإخوة من الجنوب دخلوا في جلسات مغلقة مع الولايات المتحدة، وفي نهاية الأمر اتفقوا على اسمين من الجنوب كحل وسط لم نسمع بهم من قبل، وقدموا للبعثة وتم قبولهم من الطرف الآخر أو من الأطراف الأخرى في الحوار الليبي، واعتمدوا كاسمين إضافيين لمنطقة الجنوب في مجلس رئاسة الحكومة، وكذلك قدم اسم من المنطقة الشرقية، وأصبح الآن هناك 9 أسماء، رئيس حكومة فايز السراج، 5 نواب وثلاث وزراء دولة كلهم معروفين بأسمائهم قبل التوقيع. ثم بعد ذلك انطلقت مراسم التوقيع والكلمات للوزراء وإلى شخصيات مختلفة. نعم. انتهت مراسم التوقيع الآن، ولكن لنكون واقعيين انتهت مرحلة والآن بدأت مرحلة أخرى مهمة، وربما العمل الحقيقي والتحدي الحقيقي ينطلق الآن. طيب تفضل بالبقاء معي سيد القماطي. سيد إسماعيل، يعني كوبلر قال إنه من المهم أن يكون هناك اجتماع أمني عاجل لوضع الترتيبات الأمنية اللازمة، فما إمكانية النجاح في هذا الملف وفق ما تراه من معطيات راهنة؟ على الأرض حقيقة هناك تشظي فيما يتعلق بالمشهد الأمني، لم يكن هناك وضوح في تناول ما يتعلق بملف حفتر، وهو حقيقة عقبة كأداء للليبيين جميعا، يقصف بنغازي ويقصف حاليا جدابية ويقصف غيرها، لم يكون ولن يكون جزءا من المشهد. مع هذا كوبلر قام بزيارته ولم يقم بزيارة المناطق الأخرى التي تمثل ثقلا عسكريا، مما يؤدي إلى عملية أن يكون الصورة مشوهة. مهما كان هناك اجتماع أمني من أجل الترتيبات الأمنية، من أجل العمل، من أجل أن يكون هناك جيش ليبيا موحد، ومن أجل أن يكون هناك نعم قوات أمنية حقيقة قادرة على حماية ليبيا داخليا وخارجيا حدوديا، ومنع الهجرة غير الشرعية أو الحد منها، والعمل على حل حالة الأمور الأمنية، والحد من عملية الخطف والقتل والترويع. هناك نعم عمل مضني، ولكن العمل المضني يحتاج إلى خارطة واضحة وخارطة المعالم، وأيضا هناك بعض التساؤلات التي لم يتم الإجابة عنها، منها أن هناك مباشرة تجريم المدن وتجريم التوار، وهم أساس الذين أسقطوا القذافي وأتوا بهذه الثورة ثم يشعرون بأنهم الآن جرموا. حقيقة الأمور تحتاج إلى العمل، ولكن مع هذا لا يعني أو يقلل من الجهود المبذولة من الجميع، بوسهمين والرئيس البرلمان والإخوة المجتمعين بالصخيرات جميعا في يد واحدة من أجل هذا الوطن ومن أجل أن تلتئم الجراح. نعم العمل صعب وعمل شاق، ولكن الأصعب منه في أن نترك الوطن هكذا أو أن يتم التسويف والمماطلة. نعم، لأجل أن يكون هناك بناء لهذه الحكومة يجب أن يشارك الشباب وأن يشارك التوار، وأن يكون هذه المعية أيضا للنساء وأيضا للجميع، يجب أن يشارك ويجب أن تعطى مكنة من أجل الإنجاح ومن أجل التوار ومن أجل أن نصل إلى إنهاء الداعشيون الذين يحاولون قدر الإمكان العبث بليبيا وتصدير الإشكال وتصديره أيضا إلى الدول الأخرى. طيب سيد قماطي، يعني ما هي أبرز الرسائل التي بعث بها المجتمع الدولي للأطراف الليبية خلال توقيع الاتفاق، خاصة وقد شهد اليوم مشاركة واسعة لممثلي بعض الدول؟ أعتقد أهم الرسائل هو أن المجتمع الدولي الآن، الأمم المتحدة ومجلس الأمن الذي سيصدر قرارا ربما في الساعات القادمة، وكذلك الدول الصديقة والشقيقة والجارة، دول عربية، دول إسلامية، دول أوروبية وغيرها، كلها تقول بأن الآن لا تعترف إلا
بحكومة التوافق الوطني الجديدة التي أقرت اليوم، ولن تتعامل إلا معها، وهي وحدها التي الآن تملك الشرعية في ليبيا، وأن هذه الدول ستدعم الشعب الليبي والليبيون في لملمة الجراح وفي الخروج من هذه الأزمة الطاحنة التي دخلنا فيها في السنة ونصف الماضية، وأن نعيد القطار على السكة في ليبيا ونتجه قدما نحو المستقبل من أجل إكمال المرحلة الانتقالية، استكمال مشروع الدستور وتثبيت الأوضاع وبناء أسس دولة جديدة، دولة حرية، دولة ديمقراطية، دولة سيادة القانون التي من أجلها قامت ثورة 17 فبراير ومن أجلها ضحى الليبيين. ولكن لابد من التأكيد بأننا لن نخرج من المرحلة المؤلمة إلى مرحلة جديدة الآن إلا بإشراك الجميع وبتوافق الجميع وبالتواصل مع الجميع، وبالتالي لا يجب أن يكون هناك غالب ومغلوب أو منتصر ومهزوم. يجب كل الليبيون، كل الآراء يجب أن يستمع إليها، كلها يجب أن تكون موجودة وممثلة. وبالتالي الآن على أعضاء المؤتمر الذين دعموا الحوار مهمة التواصل مع زملائهم داخل المؤتمر الذين لديهم تحفظات، وكذلك على أعضاء البرلمان الذين وافقوا على الاتفاق وجاءوا هنا أن يتواصلوا مع زملائهم في البرلمان الذين لديهم تحفظات، وأن يستمعوا إليهم. ويجب أن يستوعب الجميع، لا أحد يملك حق الانفراد بالحل السياسي في ليبيا، ولا الانفراد بقيادة ليبيا، ولا الانفراد بتحديد مستقبل ليبيا. طيب سأعود إليك سيد القمطي، ولكن سيد إسماعيل، يعني محاربة ما يعرف بتنظيم الدولة كانت من الأمور المطروحة في كلمة كوبلر عقب التوقيع على الاتفاق السياسي، فهل يوحي ذلك أن تجد حكومة الوفاق دعما دوليا لمواجهة التنظيم في مقبل الأيام؟ نجزم بأن الرسائل التي أريد توجيهها مباشرة في هذا الاجتماع تتلخص في الآتي، هي اعتراف قوي من المجتمع الدولي ونوع من الحاضنة التي ترعى هذه الحكومة من أجل أن تقف على قدميها، وقرار ربما ينتظر من المجلس الأمن. نعم، وأيضا إجراءات أخرى في عدم الاعتراف بالآخر، أي أن الاعتراف لا يعني هناك اعتراف بالآخر، ثم ثانيا الانتقال إلى الشأن المحلي من أجل أن يكون هناك مصالحة وطنية، وأن يكون هناك حرب على الإرهاب بمعية الدول، وأن يكون هناك حوارا أمنيا، وهو أشير إليه بعد زيارة إلى حفتر. ويستغرب من زيارة حفتر في أنها لم تشر صراحة ما الذي يمثله وكيف سيتم تمثيله، وهل هو باق في مكانه، وهو أمر مربك للمشهد أكثر من أن يكون مفرجا للموضوع. مع هذا وذاك، نجزم بأن الموجودين بالمؤتمر الوطني من الأخوة أعضاء المؤتمر الوطني والأخوة في البرلمان هم جسم الأعضاء، لا يجب أن يؤخذ أمرهم بالاعتبار، وأن يكون يحاول قدر الإمكان خلال المدد الباقية من التشكيل يجب أن يكونوا جزء من العملية، ومهما كان يجب أن تكون أيضا الحكومة واضحة للمعالم الليبيين. لا نتكلم على الأفراد الموجودين بالمؤتمر، نتكلم على الشعب الليبي، نريد أن تكون هناك حكومة برامج وليست حكومة أفراد، ليست المراد اقتسام كعكة بقدر ما هي نوع من البرامج المحددة، سواء كان في الشق الأمني أو في الشق السياسي أو في الشق الاقتصادي. نحن نحتاج إلى حكومة تحدد برنامجها من أجل تنفيذها، ربما يتم الاختيار أو لا يختار، ولكن أن يكون هناك فقط اختيار عن على أسماء وشخصيات دون أن يكون هناك برامج، نعتقد جازمين بأن هذا أمر معيب. مهما كان الليبيون يريدون الاجتماع، يريدون أن يكون هناك توافق، وأن تنتهي الحروب، وأن ننتقل إلى مرحلة ثانية. نعم، طيب. أيضا وضحت فكرتك سيد إسماعيل، تفضل بالبقاء معنا، سنعود لك في سياق هذه النشرة. سيد القمطي، برأيك ما المطلوب من النخب السياسية في البلاد للتعامل به مع هذا الاتفاق الموقع اليوم في ظل المواقف المعلنة من رئاستي المؤتمر ومجلس النواب؟ المطلوب هو استمرار الحوار والتشاور والاستماع إلى المتحفظين، إلى ملاحظاتهم، إلى آرائهم، إذا كانت ملاحظاتهم وآرائهم تصب في مصلحة ليبيا وفي سيادة ليبيا وفي وحدة ليبيا فيجب أن يستمع إليها. لا أحد يملك أن ينفرد كما قلت بالوصاية أو الانفراد بتحديد الحلول والمسارات لليبيا في المستقبل، يجب أن نستمع إلى الجميع. إن تعلمنا شيء من هذه التجربة المريرة في السنة ونصف الماضية، تعلمنا أن الاقتتال والحرب والدم والقتل لا يمكن أن يحل أي مشكلة بين الليبيين، وأننا جميعا إخوة ومتساويين في الانتماء لهذا الوطن. لا أحد يملك حق إقصاء الآخر بالسلاح أو بالقوة أو سياسيا. يجب أن نستمع إلى بعضنا البعض، يجب أن نجلس مع بعضنا البعض، يجب أن نتشاور، نتوافق، نتفق، نتشارك
في 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 تدبير هموم وحل مشاكل هذا الوطن. الثوار لهم دور مهم جدا جدا، ولا احد يتكلم عن تجريم الثوار او ملاحقتهم ابدا. هذا الاتفاق لن يقود الى تجريم او ملاحقه الثوار، اؤكد لك ذلك، بل ان الثوار لهم دور اساسي في الترتيبات الامنيه في الفتره القادمه وخاصه في العاصمه طرابلس. وانا اقول بكل صراحه ثوار طرابلس الموجودين في العاصمه سيكون لهم دور اساسي في الترتيبات الامنيه في حفظ الامن وتهيئه الاجواء في العاصمه طرابلس لكي تنتقل اليها كل مؤسسات الدوله السياديه وتعمل في مكانها الطبيعي ومحزنها الطبيعي وهو العاصمه طرابلس. كذلك بنغازي نعم اهميه وصلت فكرتك سيد القمطي رئيس حزب التغيير، حدثنا من أسخرات، شكرا جزيلا لك. و سيد إسماعيل تفضل بالبقاء معنا حتى نعود لك في سياق هذه النشرة. نعود لنشرتنا مشاهدينا الكرام. من جهته قال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب محمد شعيب أن هذه الحكومة شكلت رغم ما واجهته من صعوبات على مدار عام كامل. وطلب شعيب في مؤتمر صحفي جمعه بكوبلر ورئيس حكومة التوافق فايز السراج بالتحلي بروح الصبر، مؤكدا أن المرحلة القادمة سيكون عنوانها التوافق دون أي إقصاء، وأن شعارها الأبرز اليوم هو حكومة واحدة لوطن واحد. أوضح وزير خارجية المغربي صلاح الدين مزوار أن المسار الجديد سيكون شاقا ويتطلب المزيد من التضحيات، وأنه بعد تشكيل الحكومة سينفذ الليبيون بنود الاتفاق، مؤكدا أن ليبيا ستكون إحدى الحلقات الأساسية في الفضاء المغاربي والإفريقي واستقرار المنطقة. المملكة المغربية التي شاركت الإخوة الليبيين خطواتهم منذ بداية هذا المسار لتلتزم بتوجيهات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس بتقديم كل ما في وسعها من دعم سياسي وتقني وعملي وفق ما يقدره الإخوة الليبيون. ومعنا ينضم إلينا الناشط السياسي سليمان البراسي. سيد البراسي، أولا ما رأيك في التوقيع الذي تم اليوم، وهل هي مرحلة جديدة؟ يعني هل طويت صفحة الأزمة الليبية؟ السلام عليكم. أعتقد أن الأحداث التي مرت على ليبيا خلال 4 سنوات الماضية لا تجعلنا دائما متفائلون. قد جربنا تفاؤل بعد انتخابات المؤتمر وبعد انتخابات البرلمان، وللأسف كان انهدار سريع. أتمنى أن يكون التفاؤل بنسبة كبيرة. هناك بعض المعترضين الآن على هذا الحوار. أعتقد أن يجب علينا عدم تكرار تجربة عام 2014 بإقصائهم أو عدم السماع إلى آرائهم. نتذكر أن عندما صارت انتخابات البرلمان ورفض البعض الانضمام إليه في المؤتمر الوطني، مما أدى إلى سنة ونصف كاملة من الدمار والقتل والتقتيل والتشريد. أتمنى أن لا يحدو هؤلاء الموقعين اليوم على حكومة الوفاق الوطني نفس الأخطاء، بل عليهم طيب. إذا نعتذر لهذا لرداءة الصوت من المصدر. أذهب للكاتب الصحفي عبد الله الكبير. سيد الكبير، يعني ما تقييمك لاتفاق صخيرات الموقع اليوم وردود الفعل الأولية التي عقبته؟ نعم، تحية لكم وللسادة المشاهدين. أعتقد أن توقيع الاتفاق اليوم هو خطوة مهمة في مسار طويل. نأمل أن هذه الخطوة تنهي هذا الصراع وتنهي الانقسام وتعيد توحيد البلاد خلف حكومة واحدة، وتشرع في مجابهة التحديات الكبيرة التي تواجه ليبيا وتهدد حتى وجودها ككيان موحد. ردود الأفعال، طبعا الترحيب الدولي باعتبار أن هذا الاتفاق تم برعاية دولية متوقع، الرفض أيضا والاعتراض متوقع، وجود تحفظات لدى بعض الأطراف، كل هذا متوقع وكل هذا طبيعي في أي اتفاق سياسي. لكن في تصوري أن الأغلبية من الليبيين
الذين سئموا من هذا الصراع ومن هذا الانقسام وعدم قدرة النخب الليبية على إيجاد حل للأزمة الليبية وإنهاء الصراع مبكرا، أعتقد أنهم سوف يؤيدون هذا الاتفاق، وننتظر الخطوات التي ستقدم عليها الحكومة إن تمكنت من العمل في العاصمة طرابلس واستلمت مؤسسات الدولة أن تشرع في تنفيذ المهام المنوطة بها والتحديات الكبيرة التي ينتظرها منها الجميع سواء في داخل ليبيا أو خارج ليبيا. نعم. طيب، يعني النائب الثاني لرئيس المؤتمر الوطني العام صالح المخزوم قال في كلمته أن وثيقة الاتفاق ليست بالأمر المثالي الذي يريده الجميع، هل هذا معناه أن الوثيقة مرشحة للتعديل برأيك؟ لا أعتقد أن الوثيقة مرشحة للتعديل، الوثيقة هي أفضل ما كان يمكن الوصول إليه بين المصالح المتناقضة لدى الأطراف الليبية، سواء كانت هذه الأطراف سياسية أو جهوية أو قبلية، هذا أفضل ما يمكن الوصول إليه. بالتأكيد الاتفاق ليس مثاليا ولن يرضي الجميع، ولا ينبغي أن يتوقع أحد أنه سيحصل على كل شيء من هذا، من أي اتفاق سياسي يحصل على ما يمكن الحصول عليه، وفي نهاية الأمر هذا الاتفاق له الكثير من المزايا رغم التحفظات لدى البعض. سينهي حالة الانقسام، ليبيا الآن منقسمة عمليا بين برلمانين وحكومتين، وإذا استمر هذا الوضع سوف يتكرس هذا التقسيم، وقد نجد أنفسنا بعد سنوات قليلة أمام أكثر من كيان، وبالتالي هذا الاتفاق سينهي حالة الانقسام، يعيد ليبيا موحدة، يعيد بعض الأمل للليبيين في مواجهة التحديات الكثيرة التي تواجههم. نعم. طيب، ما مصير اتفاق أسخيرات المدعوم من الأمم المتحدة بالموازاة مع الاتفاق الليبي الذي عززه اجتماع مالطا بين أبو سهمين وعقيل صالح؟ طبعا لابد أن نرحب بأي لقاء ليبي ليبي، بأي حوار ليبي ليبي، الحوار الذي جمع السيد نوري بوسهمين رئيس المؤتمر الوطني والسيد عقيل صالح بالتأكيد سيكون لقاء مهم وحوار مهم، إن كان يصب في مصلحة التوافق وفي دعم الحوار الأساسي وهو حوار الصخيرات. الخطوة للأسف كانت متأخرة، لو جاءت مبكرا لربما كانت بديل عن حوار الصخيرات، ولا أنجزنا اتفاق ليبي ليبي بدون أي تدخل خارجي حتى وإن كان من قبل الأمم المتحدة، لكن هذه الخطوة متأخرة وربما جاءت بسبب الضغوطات الدولية والتهديدات بفرض عقوبات على من يعاقدون الحوار. البيان المشترك الذي صدر بين الرئيسين يؤكد على أن لقاءهما وحوارهما يصب في إطار الحوار الرئيس الذي ترعاه الأمم المتحدة، إن كانا فعلا جادين في إنهاء المشكلة عليهم مواصلة هذه الحوارات، وكما وعدا في البيان بتشكيل لجان تدلل أي صعاب تواجه الحكومة الجديدة وأن يقفا بقوة خلف هذه الحكومة. نعم. شكرا جزيلا لك عبر سكايب من لندن الكاتب الصحفي عبد الله الكبير. وأعود إلى الناشط السياسي سليمان البراسي، كنت قد سألتك سيد البراسي عن الأطراف التي ترفض الاتفاق، كيف يمكن أن نحكم على الفترة المقبلة مع وجود رافضين لهذا الاتفاق؟ هذا واجب الأخوة الذين وقعوا الاتفاق اليوم، على الجميع أن يحاول أن يجلس مع الجميع الآخرين، لا نريد تكرار تجربة البرلمان والمؤتمر العام الماضي عندما رفضنا الجلوس مع بعضنا البعض. للأسف قد سمعت لبعض الكلمات لأعضاء الحوار الآن، وكيف أن الذي التحق بنا مرحب به ولم يلتحق بمعنى فليشرم البحر، هذا عبارة عن تصرف غير مسؤول وقد يؤدي إلى تأجيج الصراع وخاصة في العاصمة طرابلس. هناك مشاكل كثيرة في طرابلس، هناك عدم وفاق بالكامل بين القوى العسكرية المسيطرة على طرابلس للحوار الوطني، فإذا لم يتم اعتبار هؤلاء وإذا لم يتم اعتبار الأشخاص الآخرين في برقة وفي المنطقة الشرقية المعارضين لهذا الحوار ومعرفة ما هي الأسباب والطرق التي تؤدي إلى حلحلة، أعتقد سنجد أنفسنا أمام معضلة جديدة كالمعضلة التي كنا فيها العام الماضي. لا نريد تكرار تجارب وأخطاء الماضي، ليبيا لن تكون الآن دولة بجزء أو بجزئين، ليبيا ستكون بالكل. يجب علينا معرفة الأسباب التي أدت بنا إلى القتال لهذه العام الماضي، وحتى هذا اليوم هناك قتال مستمر في بنغازي. المسودة أو مسودة الحوار أو توقيع الاتفاق لم
يتضمن صراحة ما الذي يحدث في بنغازي وما هي الحلول المطلوبة منه. كل هذه تعطي بصفة شخصية لا تعطيني انطباع جيد. طيب إذا في ضوء ذلك يعني سيد البرأسي، كيف يمكن أن تتعامل الحكومة المقبلة مع هذه التحفظات والرفض؟ أعتقد أنه يجب أن يكون حوار مباشر وواضح وصريح، أخذ النقاط التي الاعتبارات التي يريدها الطرفان، الذي ممثل الآن في عدينا صلاح وبوسامين عندهم بعض التحفظات، بعضها يمكن أن يكون منطقي والبعض الآخر غير منطقي بالمرة يمكن تجاهله. يجب أن نعمل على تقليل قاعدة الخلاف بين السياسيين الليبيين والقوى العسكرية في ليبيا. السياسي الحقيقي هو من يقلل الصراع ويزيد الأصدقاء وليس العكس. في ليبيا نحاول أن نزيد الصراع ونزيل الأعداء، لا نحل أن نقلل من خلافاتنا بل نزيد خلافاتنا. إذا الآن الليبيين 80% 90% متفقين على الحوار، الشعب الليبي كله مع الحوار مع التوقيع، ولكن هناك مخاوف لجزء بسيط، هذا الجزء البسيط ربما مسيطر على كتائب عسكرية سواء في الشرق أو في الغرب، ممكن أن تسبب إلى مشاكل أخرى، وخاصة إذا اندلعت قتال في طرابلس ستكون الأمور أصعب على مستوى ليبيا. فأعتقد أن الحكومة القادمة بالسراج وبأحمد الميتي وبعماري يجب عليهم أن يفتح قنوات أخرى جديدة ومباشرة وعدم إقفال الأبواب أمام الرافضين لهذا الحوار وهذا الاتفاق، وفتح باب رجعة للكل حتى نصل إلى اتفاق يعمل على إيقاف القتال، إيقاف الحرب وتوحيد. شكرا جزيلا لك سليمان البرأسي الناشط السياسي، حدثنا عبر الهاتف من طرابلس، شكرا جزيلا لك. وأعود مجددا عبر الأقمار الاصطناعية من طرابلس الباحث في الشأن السياسي والاقتصادي محمود إسماعيل، وعبر الهاتف من صبرتا المحلل السياسي محمد الحريزي. إذن سيد إسماعيل، الاتفاق الذي تم التوقيع عليه اليوم سينبثق. طيب إذن سيد الحريزي، يعني الاتفاق الذي تم التوقيع عليها اليوم سينبثق عنه خلال شهر تشكيل حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، فهل ترى أنها ستجد التوافق والقبول من جميع الأطراف سيد الحريزي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أنا أرجو أن لا أكون متشائما، ولكن أنا أعتقد أن بعثة المتحدة لم تقدم حلا وإنما عقدت المشهد في ليبيا، وأسأل الله أن لا نصل إلى ما وصلت إليه اليمن. أولا هذا الاتفاق يفترض حسب المسودة أن يقر من الجهتين البرلمان والمؤتمر، هذه أول الخطوات، ونحن سمعنا إلى وجهة النظر الصادرة من البرلمان والمؤتمر في لقاء مالطا أنهم لا يعترفوا حتى بمن حضر هذا المشهد ووقع على هذه الاتفاقية ويعتبرونهم خارجين عن إرادة المؤتمر والبرلمان، وبالتالي تبدأ الخطوة أو النقطة تبدأ من هنا. يعني نحن الآن أمام اتفاق الجهتين الرسميتين المعترف بهم لم تقبل ولم تفوض أي من الذين وقعوا لهذا الاتفاق، هذه الخطوة الأولى. والحقيقة يعني أنا أشعر أن بعثة المتحدة منذ بداية المشاكل في ليبيا وهي تعقد في الأمور، أولا عندما صدر قرار المحكمة الدستورية لم تعترف به واستمرت عدم الاعتراف به لتعقيد المشهد الليبي. الأمر الثاني لقاء كوفلر مع حفتر في الليلة السابقة ووعده بأنه سيقوم بجهد لدعم الجيش الليبي يعني على رأسه حفتر، هذه أيضا عقد المشهد كثيرا جدا. فأتصور أن المسألة هي أكثر تعقيدا طيب. مما كنا عليه. طيب تفضل بالبقاء معنا سيد الحريزي. سيد إسماعيل، يعني الاتفاق الذي تم التوقيع عليه اليوم سينبثق عنه خلال شهر تشكيل حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، يعني إلى أي مدى ترى أنها ستجد التوافق والقبول من جميع الأطراف؟ بداية ما بعد هذا الاتفاقات، سواء كان الاتفاقات التي في مالطا أو مرورا بالاتفاقات في ليبيا أو الاتفاقات اللي في الصخيرات، جميعا تصب في مصب الليبيين، والذي يرجو الليبيون هو وجود اتفاق. فيما هل
إمكانية أن تكون هذه الحكومة حكومة أفراد وليست حكومة برامج، هذه حقيقة من الخطيئة بمكان. ومن المفترض جدا سواء كان هذين الجسمين المؤتمر الوطني والبرلمان يجب أن يسير في مصلحة الليبيين، ويجب أن لا يشعر الليبيون أن حاليا أنهما جزءا من الإشكال. حقيقة ما عرقل الليبيون هو هذين الجسمين حقيقة من الأمانة. نعم هما منتخبين، حاول قدر الإمكان المضي قدما لمصلحة الليبيين، ولكن يجب أن لا يكون عبئا على آلية اتفاق من أجل ليبيا. يجب أن يتفق وإلا أن يؤخر خطوتين للوراء من أجل أن يكون يرى الليبيون مستقبلهم ويصنعوه بأيديهم. يجب على هذه الحكومة أو غيرها من الحكومات، مع عدم تمسكنا بالأفراد، يجب أن يكون التمسك بآلية برامج. يجب أن تكون برنامجها واضحا وأن لا يكون مرسوما من الخارج، وأن يكون مرسوما بأيدي وطنية، وأن يتجه إلى الوطن، وأن يحاول قدر الإمكان أيضا إعطاء رسالة طمأنة واضحة وقوية وجلية للثوار الذين أسقطوا نظام الطاغية الإرهابي الكبير. يجب أن لا يسمح بتمدد طاغية ثانية كعفتر وغيره. يجب أن تكون هذه الرسائل واضحة. يجب أن تلغى كافة القوانين التي تجرم الثوار. يجب أن تلغى قوانين البرلمان التي أصدرها وإن كان قد حل بحكم محكمة. يجب أن يتم علاج الإشكاليات التي هي هاجس للجميع. يجب أن يكون هناك حوار تنفيذيا مرة عام على حوار تشريعي، والجسمين التشريعيين كان جزءا من الإشكال ولم يكون جزءا من المشكل وجزءا من الحل. والآن بالنسبة للشق التنفيذي اللي هو حاليا الإشكال في ليبيا هو إشكال تنفيذي وليس إشكال تشريعي. يجب أن يرى الموجودون على الأرض آلية تواصل فيما بينهم من الناحية الأمنية من أجل العمل على حلحلة الأمور الأمنية، العمل على حلحلة الأمور الاقتصادية المتعثرة، العمل على إيجاد حلول، لأن الإشكال في ليبيا كبير وكبير جدا. ولكن إرادة الناس وإرادة الأقوياء وإرادة هؤلاء الشباب وإرادة الوطنيين وإرادة الجميع يجب أن تكون أقوى من الإشكال وأقوى من الجميع. ويجب أن ترى ليبيا النور بعد هذه السنة التي نرى أنها فيها الكثير والكثير من الإشكاليات. يجب أن يروا النور مع 2016 بأن لدينا حكومة موحدة وإرادة موحدة وبلدا موحدا. ويجب على قسم التشريعي في أنهم أن يكون هناك توازن أيضا. نخشى أيضا من تغول سلطة تشريعية لأن الاتفاق لم يقر نوع من التوازن المرضي، ويجب أن يؤخذ هذا في الاعتبار حتى من خلال مسودات تضاف إلى ليس قرآنا أو نصا لا يجوز تعديله، لا يمكن هناك نصوص. يجب أن نتجه إلى إرادة الناس. وصلت فكرتك سيد إسماعيل. سيد الحريزي، كيف ستكون تداعيات هذا الاتفاق في ظل رفض رئاستي المؤتمر الوطني ومجلس النواب؟ احنا اولا ننظر الى هذه الحكومة من الناحية العملية، يعني هي حكومة ارضاءات من اجل قبول مشروع، يعني رئيس وزراء بست نواب وزوز وزراء دولة، يعني هي كأنها مجلس تشريعي جديد. يعني إمكانية أن تكون هذه الحكومة قادرة على حلحلة الأوضاع والخروج بهذه الأزمة هي إمكانية صعبة، لأن الآن صعب التوافق بين النواب والرئيس، يعني فكيف يكون مع بقية الوزراء؟ نحن الآن في وضع تصور زيادة حرجا، إذا كان البرلمان والمؤتمر لم يقروا هذه الحكومة ويعتمدوها فالمسألة ستزداد تعقيدا، وربما تكون لدينا حكومة ثالثة، نسأل الله أن نصل إلى ذلك. أيضا الحكومة أيضا سيكون مقرها إذا كان هناك رفض في الشارع، رأينا المظاهرات التي خرجت في طرابلس وفي بغازي وفي مصراتة رافضة للقاء روما، فكيف يكون موقف الشارع الليبي من هذه، كيف يكون موقف الثوار على الساحة الليبية من هذه الحكومة؟ هي مسألة أنا أقول زادتنا تعقيدا أكثر من أن تقدم حل. كان بالإمكان الانتظار يوم أو يومين أو ثلاثة حتى نصل إلى ما وصل إليه الاتفاق أو اللقاء الذي حصل في مالطا، والذي كان بالإمكان أن يكون داعم للحوار الليبي ومعالج لبعض النقاط التي كان عليها الخلاف. هذه الحكومة للأسف يعني جاء بحكومة بدون برنامج، مثل ما حصل لحكومة علي زيدان التي سببت لنا كل المشاكل والتعقيدات، أن اختيرت حكومة دون أن يكون لها برنامج، يعني سيوضع لها برنامج من خارج ليبيا. هذا هو الذي نراه الآن، وبالتالي أنا أتصور أن هناك صعوبة جدا جدا في أن تقدم هذه الحكومة حلا حقيقيا للوضع في ليبيا. طيب سيد إسماعيل، يعني رئيس حكومة الوفاق فايز السراج دعا إلى تكاتف الجميع لبناء ليبيا، فهل تعتقد أن تجد حكومته من الدعم اللازم من الأطراف المحلية كما هو الحال من المجتمع الدولي حاليا؟
إذا لم تجد دعما واضحا من الأطراف المحلية لن يكتب لها النجاح. الأطراف المحلية هي الفاعلة، والدعم الدولي هو دعم لوجستي أو دعم مالي أو دعم بموجب قرارات من مجلس الأمن. نعم مهمة ومهمة جدا، ولكن هذا الدعم يظل حبرا على ورق إذا لم يجد آلية للتنفيذ على أرض الواقع. الفاعلون على الأرض الذين تم تغييبهم بطريقة أو بأخرى والعمل على عدم إحضارهم سواء في الاجتماعات أو فيما يتعلق بالمفاوضات وعدم اعتبارهم كطرف وعدم اعتبار وجود غرفة ثانية، كل هذه إشكالية. ولكن هذا لا يقلل من الجهد المبذول من أجل توافق الليبي من أجل توافق بأن يكون التوافق سواء كان محليا أو خارجيا. يجب أن ندرك أن ليبيا مرت بخطر، وهذا الخطر حاليا ربما يزال من آلية التوافق، ربما ترى النور. مهما كان يجب أن لا نتقيد بأشخاص أو بأفراد، إنما نتقيد ببرامج واضحة المعالم تكون عملها ومصبها أن تخدم ليبيا وأن تتجه إلى إحداث هذا. يجب أن يتجه أيضا إلى أن يكون هناك أداة واضحة عملية حلحلة الأمور، وأن يكون نهاية هذه الحكومة واضحة بأنه عدم تمطيط المدد وعدم تمطيط المراحل الانتقالية. الليبيون ملوا من المرحلة وراء المرحلة وراء المرحلة من المراحل الانتقالية. نحن على أبواب ذكرى جديدة ل 17 فبراير، نتمنى أن ترى الأمور النور، وتأكد بإذن الله أن تكون هذه الأمور أكثر من طيبة وأكثر من جيدة قبل بداية 17 فبراير في السنة القادمة. ولكن ما يتمنى أيضا أن هذه الدول يجب أن تبعد شبح التنين المتدخل في الشأن الليبي على رأسه، سواء كان بعض الدول التي تدخلت بالشكل السلبي وعلى رأسها النظام المصري وتدخلاته مع حفتر، وأيضا الإمارات وقتلها للليبيين. ولا يمكن نسيان الشهداء، ويجب أن يحاول قدر الإمكان إرسال رسالة واضحة أن هذه الدول التي تقول أنها ستدعم ليبيا عليها أن تدعم الجرحى وأن تفتح مستشفياتها وأن تسمح بطيرانها بالمرور إلى ليبيا وأن تسمح بتقديم تأشيرات إلى ليبيا وأن تعود أيضا السفارات وأيضا أن تسمح تونس وأن تسمح المغرب بدخول الليبيين. هذه رسائل يجب أن تكون إجراءات عملية، لا مجرد نمرقة في ورقة ومحاولة في إطار خطابي. يجب أن نكون أيضا واضحين ما هو البرنامج الذي ستقدمه هذه الحكومة المجزأة، ما هو حجم تمثيل الشباب. الشباب في ليبيا إلى 70%، نتكلم على حجم تمثيلهم في هذه الحكومة، وهل سيغيبون أم سيراد منهم أن يكونوا عبارة عن حجر عترة. لا يمكن إلا استيعابهم واستيعابهم، ولا يمكن إلا أن تكون البرامج واضحة سواء كان من آلية أيضا من ناحية وجود جسم عسكري. نحن نتكلم على بناء جيش وبناء جهاز للشرطة نعم، ولكن ما هي مكوناته؟ فالجيش الليبي يجب أن يقسم، وكما في السابق إما أن يكون قاتل مع التوار وقاتل القذافي، وإما أن قاتل ضدهم وإما بقى في بيته. فأما من قاتل مع التوار فهو من يؤسس الجيش، ومن قاتل ضدهم يجب أن يتحول للسجون، ومن بقى في بيته لا مكان له إلا إلى أن يرجع في طريقة أو بأخرى. ولكن نواة الجيش يجب أن تبنى على هؤلاء الشباب الذين ضحوا بأطرافهم وأرواحهم، ويجب أن يذكر أيضا ويشاد بهؤلاء التوار الذين وصلت الفكرة سيد إسماعيل. وصلت فكرتك سيد إسماعيل. أذهب الآن للسيد الحريزي، ماذا عن الترتيبات الأمنية التي ستؤمن عمل الحكومة التوافقية في طرابلس؟ أنا أخشى أن تكون الترتيبات الأمنية بدأت من اللقاء مع حفتر في الليلة السابقة، وهذه طبعا المشكلة الكبيرة التي يتخوف منها كثير من الناس، أن ربما العملية ستصبح عملية هي الإجهاض على ما تبقى من هذه الثورة في المرحلة القادمة، خاصة وأن هذه الحكومة للأسف يعني تمت صياغتها خارج ليبيا. يعني نعرف من اقترح أسماء هذه الحكومة ومن الذي أيدها ودعمها، هي الجهات التي كانت تقاتل في الطرف الليبي. الإمارات ومصر لها دور كبير جدا جدا في تسمية بعض الشخصيات في هذه الحكومة، يعني وتسريبات اليوم ليست خافية على الليبيين وليست إشاعات، بل هو الآن بدأت اليوم نفسه هناك تساؤلات له أمام المدعي العام في أمريكا على مخالفاته التي حصلت في عمله المهني. فنحن نخشى أن تكون هذه الترتيبات الأمنية هي لفرض واقع جديد على ليبيا وإحداث تغيير لم يتم التمكن من تحقيقه في الفترة السابقة. هذا الذي لا نتمنى أن يحصل. إذا كانت هذه الحكومة جادة وصادقة في وعدها، فلتبدأ أولا ببناء مؤسسة العسكرية خارج العناصر التي ساهمت في قتل وتشريد الليبيين. يعني بنغازي لا، المنطقة الشرقية آلاف الليبيين قتلوا وهجروا من بيوتهم، مدينة بالكامل دمرت. هل يعقل أن يكون على رأس هذه المؤسسة أشخاص ساهموا في هذه العملية الإجرامية؟ العملية ستبدأ من هنا. إذا كانوا جادين فعلا في خدمة الوطن فلننظر ما هو برنامجهم. للأسف أن حكومة جاءت بدون برنامج، هناك تفاصيل كثيرة الآن ربما ستملى عليهم من ذات من خارج الواقع الليبي. طيب سيد إسماعيل،
إذن وفق المواقف المعلنة من رئاستي المؤتمر الوطني ومجلس النواب باعتبار 24 ديسمبر موعدا لتوقيع الاتفاق الليبي الليبي، كيف تقيم ذلك بالتوازي مع ما تم تحقيقه اليوم بواسطة أممية؟ أرى أن بالنسبة لأي توافق أو أي توقيع هو استكمال لتوقيعات سابقة أو استكمال لعملية توافق سابق، لا يمكن أن يكون هناك تناقض، الموجودون بالصخيرات ليبيون والموجودون بليبيا ليبيون، لا يمكن التخوين ولا يمكن الخروج على النص. نحن أمام نعم مفترق طرق صعب ومنعرج حقيقة خطير، ولكن ما يجب، نتمنى أن يكون هذا الاتفاق قد صيغ بأيدي ليبيا من البداية وأن يكون التوافق ليبيا ليبيا، ولكن تأخره أدى إلى إبراز غيره. مهما كان نحن الآن وصلنا إلى نقطة نتمنى أن يكون هناك آلية لإدماج كل النصوص من أجل إدراج أن الأشياء التي تخيف والتي تعيق الاتفاقات يجب أن يدرك الجميع أنها يجب أن تزاح بداية من المؤسسة العسكرية التي محط والمؤسسة الأمنية والتي هي محط الأنظار، لأنها الأساس في تكوين ليبيا أن يكون هناك عنصر أمني. القصف الذي يجري على بنغازي وعلى درنا وعلى جدابي حاليا وما يجري من محاولات لإرجاع حكم العسكر يجب أن يشار بشكل واضح أنه لا مجال لإرجاع الآلة العسكرية أو الدكتاتورية العسكرية بقيادة حفتر كطاغوت أو غيره. يجب أن يكون هذا ذلك صراحة وألا يكون هناك خجلا في أو مواربة أو عدم أو تورية فيما يتعلق بتناول هذا الموضوع. يجب أن يكون هناك وضوحا في تمثيل الشباب فيما يتعلق بأي حكومة، وأن تكون أيضا هذه الحكومة حكومة برامج. يجب أن تكون أيضا هناك رسالة واضحة للعالم الخارجي أن دعم ليبيا يجب أن يكون من خلال نعم الليبيون في معية المجتمع الدولي في قتال الإرهاب الذي هو الكلمة الرنانة المفزعة التي أفزعت الليبيين والتي قاتلتهم والتي أتت من الخارج ولم تأتي من الداخل الليبيون بوسطيتهم، ولكن يجب أن يدعموا ماديا ولوجستيا ويجب أن يكون هناك نوع من القدرة على هذا الدعم وأن تكون واضحة المعالم. يجب إبعاد ليبيا عن شبح أي تدخل، أما التدخلات من بطريقة أو بأخرى والإنزالات بطريقة أو بأخرى والخروج عن النص ومحاولة إدراك أن بعض الدول تنشئ في أجسام ربما تحاول إدراج ليبيا من ضمنها من أجل تدخلات أو من أجل إدراج أنه ربما يكون هناك تدخل عسكري من أجل فئة على أخرى، فحقيقة الأمر مفزع. أيضا يجب أن يشار إلى أن ليبيا غير قابلة للقسمة إلا على نفسها وعلى طيب أبنائها وصلت وأن ثرواتها ملك للجميع. شكرا جزيلا لك سيد إسماعيل، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من طرابلس الباحث في الشأن السياسي والاقتصادي محمود إسماعيل، وأيضا من صبرات عبر الهاتف سيد محمد لحريزي المحلل السياسي، شكرا جزيلا لكم. أبدأ وزراء خارجية العديد من البلدان الأوروبية والعربية التي حضرت الاتفاق دعمهم للاتفاق السياسي وتكوين حكومة وفاق وطني تنهي الأزمة السياسية. التقرير التالي يرصد لنا ما جاء في كلمات وزراء خارجية عدد من الدول قبل توقيع الاتفاق. اللحظات التي سبقت توقيع الاتفاق السياسي شهدت التزاما دوليا ودعوة إلى ضرورة دعم حكومة وحدة وطنية في ليبيا، أبدى فيها وزراء خارجية كل من المغرب وتونس وقطر وتركيا إضافة إلى إسبانيا وإيطاليا دعم بلدانهم لمرحلة ما بعد الاتفاق. وزير خارجية المغربي أكد بأن بلاده ستقدم لليبيا الدعم اللازم في كافة المجالات لينعم شعبها بحياة أفضل، بتقديم كل ما في وسعها من دعم سياسي وتقني وعملي وفق ما يقدره الإخوة الليبيون. وزير الخارجية التونسي أكد هو بدوره وقوف بلاده بجانب حكومة الوفاق الوطني. لابد إذن من التعاون على إخراجهم من ليبيا وعلى القضاء على جميع مظاهر الإرهاب. هذا الدعم صاحبته مساندة قطر الشعب الليبي حتى يحظى بأمن واستقرار بلاده، هذا ما جاء على لسان وزير خارجيتها. نحث كل من تخلف باللحق بهذا الركب والذي نتطلع من خلاله أن يكون عاملا رئيسي في وحدة وسلامة وأمن واستقرار ليبيا. وزير خارجية الإيطالي تعهد بالتزام بلاده بتحقيق نتائج الاتفاق على الأرض بتشكيل مؤسسات فاعلة. هدفنا هو الحفاظ على وحدة ليبيا واستقرارها وتشكيل مؤسسات فاعلة في البلاد، وتعهد المجتمع الدولي في مؤتمر روما ليس مجرد كلام على ورق. أما وزير خارجية الإسباني خوسيه مانويل غريسيا صرح بأن بلاده ستعمل مع ليبيا في المجال الأمني ليبقى الاتفاق واقعي.
نحن في حاجة إلى ليبيا مستقرة وحرة، ونحتاج إلى حكومة وفاق قادرة على محاربة تنظيم الدولة وبسط الأمن وحل مشكلة الهجرة غير النظامية. أخيرا وليس آخرا، قال وزير الخارجية التركي إنه قد حان الوقت في تنفيذ بنود الاتفاق. هذه خطوة مهمة باتجاه السلام والاستقرار في ليبيا، وأدعو جميع الذين لم يوقعوا على الاتفاق السياسي إلى الانضمام إلينا، لأن جميع الليبيين من حقهم أن يعيشوا بسلام، ويجب التركيز الآن على تنفيذ بنود الاتفاق. وعود صريحة تؤكد كلها بأن العديد من البلدان الدولية والعربية لم تدخر جهدا في مساعدة حكومة الوفاق الوطني حتى تشق طريقها في تحقيق مبادئ الاتفاق السياسي. معنا المحلل السياسي محمد الهنجاري عبر سكايب. سيد الهنجاري، هل يمكن أن نصل إلى حكومة توافق، خاصة بعد التصريحات الأخيرة للبرلمان والمؤتمر أمس؟ أولا بسم الله الرحمن، مباركة للخطوات التي تمت اليوم في الأسخرات، نعتبرها كخطوة أولى في طريق السلام وتحقيق الوحدة الوطنية، وما تبقى هو البقية الباقية اللحاق بإخوانهم والتوقيع على مسودة الاتفاق، لأنه لم يتبقى شيء آخر. العالم الآن اعترف بحكومة الوفاق الوطني، أصبحت هي الممثل الشرعي الليبي، وقد رأينا من تصريحات وزارة الخارجية وكل من يتعامل مع حكومة الوطني إذا وضعوا عقولهم في رؤوسهم ينضمون إلى حكومة الوفاق والاتفاق وسوف نصبر. أما المؤتمر البرلمان ما تبقى منهم هم القلة، أعتقد أن حتى الحلفاء المؤتمر مثلا تركيا وقطر وافقا على وباركا الاتفاق، ماذا تبقى لهم؟ أعتقد أن ما رأيناه بين المؤتمر هي مجرد حفظ مجل وجه، حصول على بعض المكاسب اللحظات الأخيرة بعد أن رأوا أن الهرع والهلع وراء حكومة الوفاق الوطني من بعض للنيل من المناصب، قد أعتقد أن المناصب قد استنفذت، يحاولون. طيب إذن يعني سيد الهنجري، فعليا هل سيقدم هذا الاتفاق حلا جذريا؟ وما هي المجالات التي يمكن أن تدعم البعثة هذه الحكومة؟ ما هي الأولويات برأيك؟ أعتقد أن التف الشعب الليبي حول هذه الحكومة ولم ينقسم ولم يتبع أهواء أشخاص آخرين لأشخاص لأغراض شخصية وأغراض، كما رأينا وتعلم في الدرس السابق. أعتقد أن الحكومة سوف تنجح، الحكومة سوف تدعم مثل ما قال الوزير الخارجي الإيطالي، نحن أفعال وليس كلام. هناك دعم، سواء دعم في المجال الاقتصادي، كذلك دعم في المجال العسكري برفع الحظر على السلاح، كذلك في المجال التنموي، كذلك في مكافحة الهجرة، في مكافحة الإرهاب. كل هذه فعلا، لأن الأزمة الليبية أصلا ليست أزمة محلية، أصبحت أزمة دولية، وهذا هو ما جعل العالم يلتفت إلى ليبيا. أنا كان في اعتقادي أن العالم يلتفت إلى ليبيا بعد 10-15 سنة حتى ينهي الفوضى في ليبيا، لأن نحن الليبيين غير قادرين وفشلين، وما زلنا نتمسك بالفشل الذريع. طيب إذن أكثر ما يعاب على هذه الفترة هو غياب البرامج، ما رأيك إذن في هذه النقطة تحديدا وهي غياب البرامج للحكومة؟ نعم، الحكومة لم نسمع يوم أن حكومة أن في برنامج جوية، في برامج اقتصاد، تصحيح مسارات، تغيير بعض القوانين، كلها تعيينات، سفرات، أموال، مرتبات، صرف مكافآت، فقط لم نرى البرنامج السياسي، نهب في المال العام حتى استنفذ المال بدون أي خطة اقتصادية. دينار ليبي هبط، المصرف المركزي لم يلتفت أصلا للدينار، محافظ المركزي غائب دائم الغياب خارج ليبيا، فوضى مالية، فوضى أمنية، فوضى، لم ينظروا هذا كل، فقط الكراسي، يركبون السيارات المصفحة وتحت الحراسات، ولا يهمهم الشعب، من يخطف أبنائه، من يعيش في رعب، القتال، السرقة، النهب كل يوم، لا يهمهم هذا كله. نعم. فقط طيب. المناصب، وهذه هي. طيب تغييب الفاعلين سيد الهنجاري، تغييب الفاعلين على الأرض على الاتفاق، هل يمكن أن يسمح بالتوافق؟
تغييب الفاعلين على الأرض. الفاعلين تقصد أي من ناحية؟ ما أقصده تغيب الفاعلين على الأرض في العاصمة في بنغازي في ليبيا بصفة عامة على الاتفاق، هل يمكن أن يسمح بهذا التوافق؟ الفاعلين كانوا حاضرين، بالعكس الأكثرية التي ممثلين الشعب الأكثرية كانوا حاضرين، تبقى قلة، ولكن القلة وراهم قلة بسيطة، والقلة هذه لن تشكل شيئا، ربما تعقل هذه القلة وتنضم إلى الأكثرية أفضل، لأن لا أعتقد أن في من إذا يعني ربما يقول الأحد ربما هناك صدام عسكري وغيره، لكن لا أعتقد أن الشعب الليبي بعد مواصل إليه ورأى ما رأى من أعداء الأمس أخوة وأصدقاء اليوم، أن ما زال يقدم أبنائه قربان للكراسي، وبعد سوف حتى وإن حدثت إشكالية سياسية الآن أعتقد أنها سوف تتسوى مستقبلا، ولكن ما الخاسر من يقدم أبنائه ومن يقدم الشباب نفسه، تبتر رجله يده، يفقد أطرافه، يفقد نظره، يفقد حياته، ولكن سوف يتسامحون ويجلسون في الصالونات الفخمة والفنادق الفخمة ومات من مات وراح من راح، هذا هو الأهم في الموضوع، أن لا يتدخل أحد في الزجال السياسي. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا لك محلل السياسي، انضم معنا عبر سكايب من الزاوية محمد الهنجاري. ورحب الناطق باسم الخارجية الأمريكية جون كيري أن بلاده ترحب بإعلان التوقيع على الاتفاق السياسي في مدينة صخيرات المغربية، مضيفا أن الولايات المتحدة مستعدة لدعم حكومة الوفاق الوطني تقنيا واقتصاديا وأمنيا. الولايات المتحدة ترحب بإعلان التوقيع على الاتفاق السياسي في المغرب بعد سنة من الحوار الذي رعته الأمم المتحدة، وهناك حاجة إلى تشكيل حكومة وفاق وطني لمواجهة التحديات الإنسانية والاقتصادية والأمنية في ليبيا، ونحن مستعدون لدعم تنفيذ هذا الاتفاق، كما أننا ملتزمون بوعودنا بدعم الحكومة الجديدة تقنيا واقتصاديا وأمنيا، وندعو جميع الليبيين إلى توحيد صفوفهم لتوقيع على الاتفاق السياسي وتشكيل الحكومة. ينضم إلينا عبر الهاتف من واشنطن أستاذ العلوم السياسية بجامعة جورج واشنطن نبيل ميخائيل. سيد ميخائيل، كيف تقرأ ما تم التوصل إليه اليوم بأصخرات المغربية من توقيع للاتفاق السياسي بعد أكثر من عام من الحوار والمفاوضات؟ هو مش بس أكثر من عام من الحوار والمفاوضات، وأيضا القتال، هذا أمر مهم طبعا، هي خطوة هامة وتعتمد على التنفيذ، يعني هي تعطي مسؤولية أكبر لأبناء وبنات ليبيا كيف ينفذون هذا الاتفاق. أما عن رد الفعل الأمريكي فهو بالطبع حيرحب بهذا الاتفاق، لكن لن يكون هناك أولا تدخل أمريكي مباشر يتنع عسكريا، ثانيا لن يكون هناك اهتمام أمريكي كبير لأن أمريكا مشغولة بإيران وسوريا، ثالثا إذا كان هناك أي مبادرة فأمريكا ستفوض الأوروبيين فيها، فعلى الإخوة في ليبيا أن أيضا يفهمون أن أمريكا لا تعتبر ليبيا الآن قضية استراتيجية ملحة، بل بالعكس هناك أصوات في الحملة الانتخابية الجارية حاليا من بعض الجمهوريين الذين يقولون أن بقاء القذافي وصدام حسين كان أفضل للمنطقة. فعلى الليبيين. طيب إذن إلى أي مدى ترى أنه سيساعد التوصل إلى تشكيل حكومة وفاق وطني، يعني سيساعد على تسهيل مهمة المجتمع الدولي للليبيين؟ الأمر بيعتمد على يعني المهارة الدبلوماسية للقيادة الليبية الجديدة، أكيد طبعا الاتفاق في المغرب سيؤدي إلى ظهور قيادة ليبية جديدة سواء مدنية أو عسكرية ستتفاوض مع كل الأطراف، لكن يجب الإسراع في تكوين هذه الحكومة، لأن لو فشل الليبيين في تكوين حكومة هيبقى إيضاح إلى المجتمع الدولي أن الليبيين لا يستطيعون أن يحكموا أنفسهم، وأن هناك خلافات عميقة لا تستطيع اتفاقية المصالحة تجاوزها. نبيل ميخائيل أستاذ العلوم السياسية بجامعة جورج واشنطن من واشنطن، شكرا جزيلا لك. والآن نذهب إلى التذكير بالعناوين. بعد أكثر من سنة من الحوار، توقيع الاتفاق السياسي بين عدد من أعضاء المؤتمر الوطني العام
ومجلس النواب والمستقلين في الصخرات المغربية. المخزوم يؤكد أن وثيقة الاتفاق السياسي في شكلها الحالي ليست مثالية، لكنها تمثل محطة لمنع ليبيا من الانهيار، والشعيب يدعو إلى المصالحة الوطنية لإعادة الأمن إلى البلاد. كوبلر يقول إن تغليب المصلحة العامة أثبت قدرة الليبيين على حل المشاكل المطروحة والتزام دولي وعربي بدعم حكومة الوفاق الوطنية. ختام النشرة خصصناها لتغطية توقيع الاتفاق الليبي في الصخرات. نلتقي في مواعيد إخبارية جديدة، في أمان الله.